أما العموم فنحن نشهد على الكفار أنهم في النار عموماً من غير تعيين فلان أو فلان، نقول الكافرون في النار والمؤمنون في الجنة على العموم. أعدت للمتقين الجنة، وقال في النار أعدت للكافرين. فلا شك أن الكفار أنهم في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة، ولا شك أن المؤمنين في الجنة من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. نعم. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من التأدب، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نشهد إلا بدليل للمعين، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسنين أنهم من أهل الجنة، ونخاف على المسيئين أنهم من أهل النار، مع أننا لا نجزم. نعم.